القائم بأعمال المدير التنفيذي بيعلن اليوم، ومدير التعاقدات طبعا بيعلن عن تعيين الفرنسي ديمتري لوبوف مديرا فنيا لفريق الكرة النسائية لمدة 3 سنوات. وقال إن لوبوف سوف يحضر للقاهرة خلال الأيام القادمة لاستلام المهمة والتنسيق مع الكابتن شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية استعدادا للموسم الجديد. وفي هذا الإطار أيضا بيعلن كابتن شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي عفوا مواعيد الاختبارات الخاصة بالكرة النسائية بموسم 2024-2025 للأعمار السنية 15 و18 سنة أيام الأربع والخميس والجمعة 17 و18 و19 خلال على ملاعب النادي بفروع أو بفرع القاهرة الجديدة. وكان النادي قد أعلن اليوم الاثنين عن تعيين الفرنسي ديمتري لوبوف مديرا فنيا لفريق الكرة النسائية لمدة 3 سنوات، حيث يحضر للقاهرة خلال أيام لاستلام مهمته بالتنسيق طبعا مع كابتن شادي محمد. النهاردة أيضا من خلال كرة أو نروح لكرة اليد، والنهاردة تم عقد مؤتمر صحفي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لتقديم الدنمارك ستيفن ماتسن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد رجال، ووقع على عقود تولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد. يمتلك ستيفن سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها، ويعد أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد. عموما خلونا نطلع نشوف جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع حضراتكم كلامنا. النهارده اكيد كل الناس بتسال الراجل وصل مصر ازاي او اختارنا ليه المدرسه الدنماركيه. المدرسه الدنماركيه دي من اهم المدارس اللي موجوده في كره اليد، مع المدرسه الاسبانيه. الدنمارك ابطال عالم اولمبيات، بيقدموا هاندبول مختلف شويه عن العالم. عندهم تقريبا زي مصر عندهم الاجريسيف جدا جدا في اسلوب اللعب. قدرنا نتواصل مع ستارت على طول مع مستر راسموس، هو وكيل اعمال مستر ستيفن. بدانا المفاوضات دي من قبل الشامبيونز ليج، قبل الراجل ما يلعب الفاينل باسبوع تقريبا بدانا المفاوضات دي. اخذنا في المفاوضات فتره شويه كويسين، لكن فعلا انا شايف ان المفاوضات كانت سهله جدا جدا جدا. ان شاء الله اتمنى ان طموحنا كجماهير النادي الاهلي، انا عارف الجماهير النادي الاهلي ما عندهاش يعني لا ينقطع طموحها، عايزين كل بطولات معايا وبي باذن الله هنحقق بطولات ونستكمل مسيره ديفيد ديفيس. والنادي الاهلي دايما على الخريطه العالميه مع المدربين العالميين، وان شاء الله باذن الله واللي جاي احسن نشاط رياضي. بطمن كل جماهير النادي الاهلي، لاخر كلمه هقولها، بطمن جماهير النادي الاهلي دائما وابدا ان مجلس الاداره فعلا، ويعني لو كنا في السوشيال ميديا بشوف حاجات كتيره وكلام كتير، لا بتكلم بصراحه شديده، هم سبورت 100% سبورت ان دايما النادي الاهلي يتحط على الخريطه العالميه عشان خاطر طموح جماهيره. Thank you for taking so good care of me so so far. I'm طبعا في الاول بشكر المقدمه، بشكر الكابتن خالد على المقدمه، الكابتن خالد على المقدمه الجميله دي، وانا سعيد جدا، وانا سعيد وعنده شغف كبير موجود في النادي النهارده. نادي من اكبر الانديه في افريقيا، اكبر نادي في افريقيا، واكبر نادي كبير، وانا عندي طموح لاعب حاجه كبيره. And also for me it's of course something special to be a part of a club with Captain Bibo. طبعا سعيد جدا وشرفني اكون في نفس النادي مع كابتن بيبو.